السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم في فيديو جديد، ونتمنى منكم الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا كثير تجينا رسائل واتصالات حول البرنامج، وبالنسبة للأخوة المبتدئين يسأل منو أفضل برنامج للهندسة الصوتية. طبعا أكيد إذا أنت كنت بادئ من الصفر، هي هواي برامج، يعني مثل أدوبي، الكيوبيس، استوديو وين، برو تولز، أفل ستوديو، فهواي برامج. فانا انصحكم يعني بعد التجربه جربت كل البرامج تقدر تقول. بالنسبه للكيوبيز اعتبره رقم واحد، يعني من ناحيه السهوله، من ناحيه المعالجه، من ناحيه الخفه، من ناحيه الاداء، من كافه النواحي الكيوبيز يكون الافضل. يعني انا عن تجربتي فما اعرف، فانا انصح بكيوبيز برو النسخه 12 اخر اصدار للأخوة المبتدئين، يعني تقدرون. وننوه ونقول لكم عندنا دورات للأخوة المبتدئين عن طريق الانترنت، دورات وبأنسب الأسعار، تجيك دروس شلون تسوي عمل، شلون تمكسج، شلون يعني تضيف الفلاتر، شلون الصدر المشروع، شلون هواي أمور نتعمق لك بيها وبأنسب الأسعار. وراح أخلي لكم الروابط التواصل على التليجرام بأسفل الفيديو والوصف. المهم كثير من الأخوة يسألون، يقول يعني أنا بداية شلون أبدي أفتح مشروع، وشلون أضيف الفلاتر وإلى آخره. كبداية يعني ماكو شيء صعوبة، يعني المتعارف عليها. إحنا هسه فتحنا عندنا هذا التراك لنكون نسجل هذا المنطقة للتجربة. طبعا هسه هذا صوته قدامكم، شوفوا هسه سجلنا احنا عندنا هذا الصوت. هذا الصوت عندنا قد يكون او عندنا هنا ارتفاعات بالصوت نريد نعالجها. احنا هذه الارتفاعات شلون تعالجها؟ هي كثير من المعالجات، بس انت تقدر تجيب هذا القلم تحدد المنطقة المراد تعديلها. شوف راح اخليها تضبط بهذه وهاي المنطقة، هنا هم كذلك احدثها بهالشكل هذا حتى ما يكون بها الصوت بارز او ارتفاع بالصوت مفاجئ، يكون بصورة متوازنة. نكبر، ننقر هنا وهنا بالشكل هذا. هذا هم نفس الشيء، فقط انا للتجربة لانه يراد شوية دقة بالعمل، بس انا على مود الشرح يعني اسوي لك على مود تكون عندك على بينه. بقت عندك انت من حددتها وكملتها وضبطتها، اكيد تريد تضيف فلاتر للصوت، يعني مثل تضيف الريفير او الديلاي او الكمبريسر والى اخره. نختار احنا عندنا كثير من الكمبريسرات، فاحنا نختار مال الشركه اساسا، يعني هذا اللي كمبريسر تقدر تضغط بهالشكل هذا تحدد، تشوف انت تسمع الصوت وتشوف. هنا عندنا نروح فلتر، نختاره فلتر الديسر اللي هو من ضمن قائمة الدايناميك اللي هو جو الكمبريسر، يعني هذا يشيل لك الحروف السين والصين هاي الاشياء. عندنا نروح نضيف الريفير عن طريق السايد تشين، هذا الريفير، ونضيف كذلك الديلي عن طريق ايدد افكت. ديلي ماذا؟ طبعا الفلاتر كلهم مال الشركة مو خارجيات، كثير عنده فلاتر خارجي يعني جاهزات اللي يحب يتواصل ويانا يعني بانسب الاسعار. المهم هسه احنا ضفنا الريفير وهذا الديلي وهذا وهذا. هسه كثير من الاخوه يقول انا ليش اضفته هنا، ليش ما اضفته من ضمن الكمبريسر والديسر؟ بالنسبه للكمبريسر والديسر، الفلاتر الان سيرت هذه هنا، اما فلاتر السينت تكون الريفير والديلي. لازم الريفير يكون سايد تشين، يصير عن طريق السينت، ما يصير عن طريق الانسيرت، يعني يصير عن طريق الارسال. هو يصير مو ما يصير هنا، بس يعني احترافيا وشغلة عالميا يصير بهذه المنطقة، ما يصير بهذه المنطقة. بعد ما احنا اضفنا راح نشغل الصوت على مود نسوي الايكولايزر، نضبط المناطق اللي احنا نسمع ونشوف المناطق
البيه نشوف البيز ننزل من عدي، فكثير من هذه الشغلات احنا نقدر ننزلها، نسمع بالصوت وننزل. عندنا بعد نشوف فلتر، نختار لنا فلتر ايه هذا فروكنسي، هذا هم ضمن الفلاتر يعني البرنامج نفسيته. فنضغط منه يعني نحاول نسمع ونفر بهذا من الاعدادات حد ما نشوف الصوت شنو طلع عندنا. نشوف يعني طلع بشي جميل شي حلو، نبقى مستمرين عليه لحد ما نخليه يتجاوز العشرة. هذا العشرة اخوان يعني نخليه ناقص 10، ما نخليه يصعد فوق من 10، يعني الصوت يكون عندنا بي او ارتجاج او يضرب الصوت يصير نويز قوي. شوف هسه انت اذا باوع، اذا صار هذا الصفار معناه يدل على انه الصوت ضرب، فاحنا ما نخليه يوصل لهذه المرحلة، ما نخليه يوصل لهذه المرحلة. نحاول ننزل 10 ولي جوا، ما نخليه يصعد. هذا وحده. فيا اخوان يعني الشغلة سهلة مثل ما يقول، انت اذا تتعمق بها تكون سهلة. فانا بعد يعني ضفت الفلاتر، ضفتهن ذني، نغير اللون مال التراك صار احمر، نضيف الفلتر. احنا ما نضيف فلاتر هواي، بس اكو فلاتر شوية تجمل لنا الصوت، يعني مو ذات أهمية، انت بعد حسب قناعتك. اكو فلتر لميجر، او العفو ليميتر، هذا جدا اخوان تضيفه. ليش هذا؟ حتى ما يتحكم لك، يخلي لك شنو الصوت ما يتجاوز، اللي هو هذا مال البرنامج، ما تخليه هسه ان شاء الله الصوت يعني انت ايش ما تضيف بيه، ايش ما تحط فلاتر، ما راح يتجاوز هذا المنطقة، على مود ما يصير بيه الصوت ارتفاع والصوت يكون بيه يعني شلون نويز او اصوات تكون عالية. فهو يتحكم لك يخليهن بهالشكل هذا، تحاول ما تخليه يتجاوز هذه المناطق. هذا فلتر جدا يعني ضروري، الليميتر على مود يعالج لك المناطق العالية، هو يضبطها لك يخفضها. بعد ما انت ضفت تروح على الاعدادات مال الريفير، حاول تنزل من عدهن، يعني تريد تشوفه هذا الريفير. بعد انت شوف القوة مالته ايش قد تريد، هي المعالجة مالته، الصدى مالت الريفير ايش قد، الغرفة مالته لازم تضبطها حتى يكون عندك يعطيك الصوت ب يعني فد لون معين او جمالية خاصة بيك. هذه وحدة. الديلاي نفس الطريقة، نفتحها نشوف اعداداته، تريد الصدى مالته ايش قد، يعني مو من السرعة مالته القوة، وانه الميكس ايش قد تريده، نخليه متدرج بالشكل. ومنها تقدر تتحكم بيه. فاخوان انا بالنسبة لي انصح استخدام كيوبيس 12، برنامج جدا راقي، برنامج يعني حلو كلش، ما بي صعوبة وبنفس الوقت خفيف على الحاسبة، ما بي مشاكل، خصوصا ال 12. العاشر يعني بي مشاكل، مشاكل شنو؟ العاشر او الخامس مشاكل هنا هواي، يعني صعوبة إضافة الفلاتر،
صعوبة إضافة المكاتب الفلاتر. انت هسه بينما انت هذا ال 12 فقط تنصب تجيك البلجنزات، يعني بس تنصب البرنامج هنا واحد العفو الفلاتر يجون كلهن يدخلن. هسه انا هذا الفلاتر اللي قدامكم اللي منزلها هذه اساسا هي تدخل مباشر، يعني ما ادخل اروح لها انا ادخلها يدويا ابدا، تدخل مباشر بدون اي متاعب. هاي الفلاتر كلها قدامكم فلاتر اغلبيتها خارجية، هذا كلها خارجية هاي الفلاتر من هذا الحد هذا اوزون 9 ماستر، هذه كلها خارجية يعني تنضاف مباشر. الفلتر انزله اعطيني اكس نيكس تنصيب، اروح على البرنامج افتحه القاه يعني متنصب داخل البرنامج. فالمشاكل بالخامسة والعاشر بعض الاحيان ما يدخلن، وراح انت تدخل يدويا وهم ما ينضافن، وراح يصير جهد على الحاسبة، وراح يكون العفو الحاسبة تعلق وما راح تتنصب عندك. فأنا أنصحك 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 تنصب الـ 12. وبنهاية الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.